لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي والانتقام والتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب تصحبه عاطفة المربي والمؤدب فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه وليس له إن ضربها أن يقسو عليها فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها وأن يتناسب العقاب مع نوع التقصير فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم وأن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه فالضرب يتحقق باللكزة أو بالسواك ونحوه وأن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه وأن لا يكسر عظما ولا يشين عضوا وأن لا يدميها وأن لا يكرر الضربة في الموضع الواحد وأن لا يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز فالضرب إذن للمصلحة لا للإهانة ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه هذا مذهب أحمد ومالك أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك ووافقهم القرطبي وهو مالكي وقال الناوي رحمه الله في شرح حديث حجة الوداع وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته ونوعه وكيفيته ومقداره وقابلية المحل لأن أعداء الله يقلبون الأمر ويلبسون الحق بالباطل ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها وركبت رأسها واتبعت خطوات الشيطان ولم تنجع معها موعظة ولا هجران فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟ هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كلما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك فينتشر خبرها فتكون غرضا للذم وعرضة للوم؟ إن الضرب بالمسواك وما أشبه أقل ضرراً على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها فإذا طلقت تصدع بنيان الأسرة وتفرق شملها وتناثرت أجزاؤها وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسناً جميلاً كما قيل وعند ذكر العمى يستحسن العور فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى ولا ينفع معها الجميل
ولا تفقه الحجة ولا تقاد بزمام الإقناع. ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة فضرب زوجته وهي لا تستحق الضرب أو ضربها ضربا مبرحا، فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها.